بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ محمد عصام، مدرس فلسفة وعلم نفس. بإذن الله أنا عايز أتكلم في الجزء ده عن نظام التابلت اللي هو على طلاب أولى سنة. إن شاء الله يا جماعة النظام ده أول سنة يتطبق السنة دي، فأولى سنة والسنة دي مش هتبقى شهادة، هي هتبقى شهادة بداية من السنة القادمة. يعني السنة دي طلاب أولى سنة وهم مش شهادة، هم بداية من تانية هيبقوا شهادة، وسنة تالتة طبعا هيبقوا شهادة. طيب ايه اللي احنا المواد اللي هندرسها السنه دي، ودرجات الماده ايه، والماده هندرسها ازاي؟ احنا دلوقتي بنتكلم عندنا 10 مواد، عندنا عربي وعندنا انجليزي وعندنا فرنساوي او الماني لغه تانية وعندنا رياضه. دول 4 مواد اساسيين، وفي 3 مواد علمي وفي 3 مواد ادبي انت بتاخدهم. الـ6 المواد العلمي كيمياء وفيزياء واحياء، والمواد الادبي فلسفه وتاريخ وجغرافيا. الـ6 مواد دول مع الـ4 يبقى 10 مواد. الـ6 مواد اللي انا قلتهم بتوع التخصص اللي هما فلسفه وتاريخ وجغرافيا وكيمياء وفيزياء واحياء، كل ماده عليها 20 درجه على مدار السنه، والعربي عليه 60، والانجليزي 50، واللغه الثانيه 30، والرياضه 40. انا اللي عايز اكلمكم فيه دلوقتي هو نظام التابلت. احنا هيطبق علينا السنه دي، المفروض ان شاء الله ان نظام التابلت هيطبق بدايه من الترم القادم. احنا عايزين نحاول نتدرب عليه الترم ده باذن الله عشان نبقى جاهزين بدايه من الترم القادم. في مواقع كتير بدات تنزل ان انت تقدر تتدرب على النظام ده، زي موقع اسمه هنحلها، حاول ان انت تخش عليه، وباذن الله الموقع ده هيفيدك ان انت تتدرب على نظام التابلت، لان انت بتحل عن طريق الموبايل وعن طريق النت، بتقدر تحل اسئله. تقدر لو انت مثلا مذاكر بعد ما اخلص مذاكره اخش واقدر احل بعض الاسئله. هنا هو عملوا فكره جميله جدا، ان هو ربط لك التعليم بحاجه الطالب بيحبها اللي هي الموبايل. كلنا بنحب نمسك الموبايلات، كلنا بنحب نلعب على الموبايلات. دلوقتي احنا ربطنا لك التعليم بالموبايل اللي هو الشيء اللي انت بتحبه، فانت تقدر دلوقتي بعد ما تخلص مذاكره او تقدر كمان تذاكر على الموبايل. فدي حاجه جميله جدا بالنسبه لك، بس في بعض العيوب او في بعض الحاجات اللي هتعمل لود عليك او هتعمل ضغط عليك، ان 10 مواد، ان لا قدر الله الطالب اللي هيشيل ماده هيعيد السنه. لكن في بعض المميزات، زي ان انت هتخش في الترم امتحانين. ركز معايا بقى في الكلام ده، انت هتخش في شهر 12 نص 12 امتحان، وفي 10 واحد تقريبا امتحان. الامتحانين دول على المنهج كله طبعا في كل المواد. جبت مثلا في الامتحان الاول وليكن 4 من 10، وجيت في الامتحان الثاني جبت 6 من 10، هناخد انهي درجه الاعلى؟ يبقى احنا انت كده بالنسبه لنا ال 4 من 10 دي ما جاتش، ما شفناهاش. احنا شفنا ان انت جبت 6 من 10. رحت انت جاي الترم الثاني برضه دخلت امتحانين، الامتحانين برضه على منهج الترم الثاني، وجيت ربنا كرمك جبت في امتحان 8 من 10 وجبت في امتحان 10 من 10. 10 اللي هي الدرجه الاعلى هتتاخد مع السته بتاعت الترم الاول، هيتضافوا على بعض يبقى 16 من 20، يبقى انت نجحت. طب لو انا جبت الترم الاول 3 اقدر اعوض الترم الثاني؟ اه تقدر، لو جبت 7 تنجح، جبت 8 يبقى انت عديت. النجاح يا جماعه في الماده من 50% من درجه الماده. يعني الفلسفه من 20 النجاح 10، الكيمياء من 20 النجاح 10، الرياضه من 40 النجاح 20، العربي من 60 النجاح من 30، 50% من الماده. فانت عندك فرصه ان انت تقدر تعوض في الترم الثاني، وعندك فرصه في نفس الترم ان انت داخل امتحانين. لو جبت 0 حتى في الامتحان الاول ورجعت ودوست على نفسك في الاسبوعين او الثلاث اسابيع دول وجبت الدرجه النهائيه، كان الصفر ما جاش. فدي طبعا فرصة كويسة. حلو. طيب احنا الترم الأول هنمتحن ازاي؟ هنمتحن ورقة عادية، وغالبا والد يبقى زي بوكلة تالتة ثانوي اللي هو بيجي لك كراسة في سؤال وفي مكان للإجابة، وده نظام بسيط جدا وهيبقى ما فيهوش أي اختلاف عن نظام السنة اللي فاتت. أما بالنسبة إن شاء الله بداية من الترم الجاي، أنت إن شاء الله هيتسلم التابلت وهتبدأوا تشتغلوا عليه. فإحنا عايزين نحاول إن إحنا نتدرب عليه من دلوقتي عشان نبقى جاهزين ليه بداية من الترم الجاي، ونبقى جاهزين ليه كمان من السنة القادمة. إن شاء الله يا جماعة أنتوا في تخصص علمي أو أدبي هيبقى من السنة اللي جاية، هتبقوا ثانوية عامة من السنة اللي جاية، لازم نشد حيلنا قوي، لازم ندوس على نفسنا في المذاكرة عشان نبقى جاهزين. النظام إن شاء الله هينجح، النظام إن شاء الله هيبقى نظام بسيط بالنسبة لك، ما تخافش منه، نظام كويس جدا لو أنت حاولت تستفيد منه كويس وطبقته وخدته بحب. ان انت الموبايل ده انا حاجه بحبها، انا هذاكر على الموبايل بعد كده، ايه المشكله؟ وان شاء الله يبقى الموضوع ناخده من الناحيه الايجابيه ما ناخدوش من الناحيه السلبيه.
وباذن الله تنجحوا وتجيبوا درجات كويسه، وان شاء الله اشوفكم كده يا رب في مكانه عاليه وكل واحد يقدر يحقق اللي نفسه فيه. انا بشكركم طبعا على ان انتم سمعتوا الجزء ده، والى ان القاكم في حلقه قادمه ان شاء الله من ماده الفلسفه وعلم النفس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.